اصحى ايش فيه؟ والدك توفى. اخوان وفاه مؤسس طيور الجنه خالد مقداد يتصدر للترند، وابنه يكشف الروايه الكامله. تابعوا كل الاخبار الفنيه من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم اخبار الفنانين. تصدر اسم مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تداول هذا الخبر بشكل واسع، كما نشر موقع ليالينا الإلكتروني خبرا عن وفاته متسائلين عن صحة الأمر. وفي التفاصيل، نفى ابنه المعتصم بالله مقداد شائعة وفاة والده خالد مقداد، ورد عليها من خلال تصويره عدة مقاطع فيديو أثناء تواجده برفقته في المطار. وأكد عصومي في الفيديو أن صحة والده في خير حال، إذ أنه قام أيضا بعمل بعض الفحوصات الطبية وطمأنهم الأطباء عليه. طبعا بعد ما طمأنا على سيده الحمد لله أموره أحسن، عاد ثلاثة أيام في الأردن، تأكد أنه كل أموره تمام. يذكر أن خالد مقداد قد مر بأزمة صحية منذ أشهر، دخل على إثر المستشفى وطلب من أولاده الدعاء، مما جعل شائعة وفاته تنتشر بين الجمهور. يذكر أن المعتصم بالله الملقب بعصومي قد تداول صورة لوالده من المستشفى وطلب من الجميع الدعاء له قائلا: اللهم رب الناس اذهب البؤس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي. وقال مؤسس طيور الجنة في مقابلة سابقة مع أحدى البرامج: المفارقة في الأمر أنهم طلبوا من أولادي توديعي، وقالوا لهم أنني في ذمة الله، الأمر الذي وصل إلى والدتي التي لم تقتنع أنني ما زلت على قيد الحياة حتى بعد أن هاتفتها، فقالت لي إنها لم تقتنع إلا أن رأتني أمامها واحتضنتني كتير. خالد طلع على سيارة الإسعاف كأنه مكفن. الجدير بالذكر أنه منذ فترة نشرت بعض الصفحات الفنية الناشطة كالعراب الفني وموقع الفن الإلكتروني عن نشوب خلاف بين خالد مقداد وزوجته بسبب ثيابها. وبحسب ما نشرت هذه المواقع، أن خلال فعاليات عيد الأضحى نشب خلاف صغير، تبين أنه مسحة طريفة بين الثنائي، حيث قال لها أنها ما زالت ترتدي ذات اللباس معلقة بعفوية ومتهمة إياه بأنه لم يشتري لها الثياب بطريقة طريفة. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.